أهلا بكم في الاصدقاء الأعزاء. معنا النهاردة نموذج جميل من نماذج تحدي العواقب. صديقتنا الجميلة صاحبة إرادة حقيقية ونموذج جميل للمرأة القوية اللي بتواجه العواقب كل شجاعة، تتحدى كل صعب بقوة إرادتها وعزيمتها، بتتغلب على عواقبها. الطرف الصناعي ساعدها كتير بتخطي هذه العواقب وتجاوز هذه المحنة بسمة جميلة مليانة أمل. بتعيش صديقتنا الجميلة حياتها مقتنعة بقدراتها الخاصة. أصدقائنا من زاوية الإرادة قدروا بقوة إرادتهم وعزيمتهم يحولوا الإعاقة لطاقة، واليأس للأمل، والفشل لنجاح. أصدقائنا من زاوية الإرادة قادرين ولكن باختلاف على مواجهة الحياة بصعوباتها وتحدياتها.